مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقه جديده من حلقاتنا على كنار تي في صوت العرب من كندا، حلقه جمال الصحه. نتكلم بهذا البرنامج عن كل شيء بهمك في الامور الصحيه والنفسيه والتغذيه والامور اللي انت بتحتاج تعرف اكثر عنها عشان تحمي نفسك وعائلتك. الصحة شيء مهم في حياتنا، وممكن بعد الفترة هاي اللي مرينا فيها عرفنا وتأكدنا انه لا شيء يغني عن الصحة. الخوف اللي بيصير في العالم من فيروس صغير غير كتير في العالم، ولكن هذا يبين لنا قديش صحتنا مهمة. ولكن اذا بدنا نحكي عن الصحة لازم نتذكر عضو مهم في الجسد، الا وهو الفم. هذا الفم اللي هو بداية دخول الطعام، اللي دائما احنا بنحكي عنه هو سبب الداء والدواء في المعدة و الطعام والتغذية اللي بناكلها. الفم يعتبر مرآة للجسد، يعني حتى انه معظم اطباء الاسنان بقول لك مفروض يكونوا هم اصحاب التشخيص الاول للامراض الداخلية اللي موجودة في الجسد مثل الكبد والكلى والسرطان، بعض السرطانات طبعا. الفم هو منظر للجمال، يعني تهيأ واحد وجهه جميل وجيد الحسن والمظهر، ولكن ملوش اسنان، فبكون منظره مش المنظر الجيد، او اسنانه سوداء مكسره مسوسه خالع الاسنان. كل هذه الامور من الامور المهمه في الحفاظ عليها. اليوم باستضافتنا طبعا الدكتورة ديما سويدان، بنرحب فيها فيرتشوالي. الدكتورة ديما للأسف لم تستطع أن تكون معنا اليوم، ولكنها سجلت لنا الحلقة كاملة، الله يعطيها ألف عافية. دكتورة ديما بس سريعا نحكي لكم عنها، هي هتحكي عن نفسها بالفيديو. هي طبيبة أسنان ممارسة في مدينة أوتوا، عندها عيادة هي وزوجها وأختها، وراح تعطينا معلومات اليوم مهمة جدا عن صحة الأسنان. وإذا في عندكم أسئلة، أنا كطبيب أسنان سابق ممكن أعطيكم معلومات وأجاوب لكل أسئلة، فإن شاء الله نكون مع بعض في conversation. فأهلا وسهلا في الدكتورة ديما، بنشكرها كتير على تعاونها وعلى انضمامها لفريق كنار، هذا شرف لنا، وإن شاء الله تستفيدوا من المعلومات. دكتورة ديما، الجمهور كله أذان صاغية لك، إن شاء الله بيستفيدوا. أنا حضرني متابع الكومنتس إذا في أي شيء عشان نحكي فيه. مرحبا بالجميع، بحب أرحب بكل متابعين ومشاهدين قناة كنار تي في. هاي القناة اللي بجد أكثر من رائعة، اللي هدفها الأساسي هي تلبية حاجات ومتطلبات واستفسارات الجالية العربية بكندا، اللي بتساعدهم بشتى المواضيع، يعني مين ما سأل عن أي موضوع بخص البزنس، عن الريل استيت، عن التغذية، عن الطب، عن أي موضوع، على طول العاملين بهاي القناة ومؤسسينها خلال ساعات أو أيام بحاولوا يدوروا على الخبراء في هذا المجال لإعطاء الجالية معلومات موثوقة وصحيحة عشان تفيدهم بتكملة حياتهم بكندا ومساعدتهم. طبعا بحب أوجه شكر خاص ل كل العاملين من مؤسسينها المسؤولين عنها، اللي هم الدكتور جمال الشريف، تحية لكم إلك، ولبرضو السيد محمد التميمي، برضو تحية لكم التنين. وبرضو رح أخص بالذكر كل العاملين بالقناة اللي بيشتغلوا حتى من وراء الكواليس اللي ما بنعرف عنهم. لا شك إنها هي مجموعة من النخبة الناس اللي عم بتفيد الجالية، فشكراً كثير لكم. أنا كان المفروض أعمل حوار مباشر أنا والدكتور جمال تقريباً قبل أسبوعين، ولبعض الظروف ما قدرت
أول إشي لأنه انكسر تليفوني شاشة التليفون، وقلت له للدكتور كتير صعب أعمل، لأنه أول إشي إذا كان لايف ما رح أقدر أشوف الأسئلة الأجوبة، مش رح أقدر أشوف السكرين، فلأنه ثلاثة أرباع الشاشة كانت مش موجودة، فما قدرت أكمل بالموضوع. والسبب الثاني عندي ثلاث أطفال، فكتير صعب تحصرهم أو تلهيهم تسليهم يعني بفترة كبيرة، بالنسبة لي ساعة أني ما أكونش معهم يعني فترة كبيرة، فما كان كتير سهل أني أعمل لايف، فأفضلت أنه أعمل تسجيل، وإن شاء الله اليوم بنبث هذا الحلقة أو الفيديو. مع أنه على فكرة هو موضوع خارج عنه، بنحكي عن الأطفال. هلأ أول شيء بحب أسلم وأهيدي كل الأهالي، لأنه لا شك مرينا بفترة صعبة، أكيد في لها جوانب جيدة وحابة أذكرها، بس أكيد مش سهل. لا الواحد كان متعود إنه يشوف ولاده كم من ساعة، لهلأ بده يكون بديش أحكي لهيهم، بس تسلية تقريبا 24/7، فأكيد مش سهل. فبهني لكل الأهالي على مجهودهم وتعبهم بآخر 3-4 أشهر. هلأ أنا عم بذكر إنه صعب أكيد يكون معك ولادك بفترة طويلة ودائمة، بس بجد هاي كانت نعمة بالنسبة إلي. أنا كطبيبة أسنان وكزوجي كطبيب أسنان، كنا كل يوم صبح يطلع أولادنا على الساعة 6:30 تقريباً، ما نرجع نشوفهم للـ4:30. الـ4:30 هذا إذا ما في أكتيفيتي بعد المدرسة، إذا في أكتيفيتي مرات للـ5:30 للـ6 لنشوفهم. فلا شك إنه هذا الشيء كتير كتير حلو. لما حكوا بعض الناس إنه تعرفنا على أولادنا، هذا الحكي مزبوط، صرنا نقعد معهم، صرنا نفهمهم، يعني صار عندنا more connection معهم. كيف كانت أيام زمان أهالينا يقعدوا معنا فترة يشوفوا شو بدنا، شو مضايقنا، إيش بدنا نعمل، أو جدودنا حتى، هذا الشيء ما شعرت فيه إلا بآخر 3 أشهر، فهذا الشيء كان كتير حلو. فيعني دائماً إحنا الناس كتير بتذكر الجانب النيجاتيف أو المش كتير حلو بالكورونا، لا شك إنه كان في ضغوطات اقتصادية، مادية، اجتماعية، صحية على الجميع، وأنا أكيد هذا الشيء حاسة فيه، بس برضو جانب كتير رائع، العيلة لمت على بعض، قعدنا مع أولادنا أكتر، فهمناهم أكتر، حكينا معهم، قوينا فيهم الإشياء اللي كانت ضعيفة، فلا شك إنه هذا الشيء كتير حلو. هلا خليني أحكي بس نقطة صغير عن حالي، مين أنا؟ أنا طبيبة أسنان، انولدت وعشت أول تقريباً 17 سنة من حياتي في عمان بالأردن، وبعد هيك انتقلنا لكندا لمدينة مونتريال. بمونتريال درست أول إشي، عملت 2 سنين علوم، وبعدين قدمت لطب الأسنان ودخلت طب الأسنان 5 سنين. معظم الناس بتعمل 4 سنين الباتشلر، أنا عملت الباكس نظام 2 سنين. ركزت بهدول الـ2 سنين العلوم على السايكولوجي والنيوتريشن، عشان هيك بتلاحظوا بالفيديوهات الثانية اللي بحطها على قناتي كتير بحكي عن مواضيع تشمل التغذية، وإن شاء الله بالمستقبل رح أحكي عن العلاقات، يعني أشياء في مجال مزبوط طب الأسنان، بس أشياء برضو بالنيوتريشن والسايكولوجي. بعد ما خلصت طب الأسنان 5 سنين، رحت على سان أنتونيو تكساس، عملت سنتر ريزيدنسي هناك، اسمها الـ AGD، اللي كانت هي Advanced Education in General Dentistry، كانت من أجمل سنين حياتي، تعلمنا فيها بطريقة مش معقولة. هي جامعة كجامعة تعتبر من أعلى 3 جامعات بأمريكا، وخصوصاً بطب الأسنان، وحتى اللي علمونا كانوا نخبة من الناس أو الرائدين في مجال 3 جامعات بأمريكا، وخصوصاً بطب الأسنان، وحتى اللي علمونا كانوا
نخبة من الناس أو الرائدين في مجال طب الأسنان. يعني أسامي كبيرة معظمهم كتبوا الكتب اللي بتدرس هلأ بأمريكا وكندا أو مش أحكي على المستوى العالمي بس أكيد بمستوى نورث أمريكا. وبعد ما خلصت السنتر ريزيدنسي رجعنا أنا وزوجي من سان أنتونيو تكساس واشتغلت بالقطاع الخاص أكيد. وبعدين اشتغلت تقريباً 10 سنين مع الجيش الكندي كمدنية مع الجيش الكندي. وتقريباً قبل سنتين فتحنا عيادتنا الخاصة بأوتاوا بمدينة أوتاوا بمقاطعة أونتاريو أنا وزوجي وأختي. هلأ أنا تخرجت من إنيفرسيتي دو مونريال الجامعة الفرنسية وأختي تخرجت من ميغيل الجامعة الإنجليزية بمونريال وراحت تخصصت بتشابل هيل نورث كارولاينا بتكساس بنورث كارولاينا سوري بأمريكا برضو. عملت هي 3 سنين تخصص مع ماسترز ولا كلنا نشتغل مع بعض بس أكيد كل واحد بتخصصه. يعني زوجي بروستودنتس اللي هو التركيب وتجميل، أختي أكثر زراعة، زراعة الإمبلانس اللثة النيرة أو العظم يعني بمجال الجراحة. وبنعمل كل شيء، هو عملنا زي ما تقولوا دنتل سنتر مش دنتل كلينيك فيها جميع التخصصات وبنعمل التريتمنتس الوقائية والعلاجية أكيد. هلأ كتير صعب إنه مش راح أقدر ألخص طب الأسنان اللي درسناه إشي ب5 سنين أو ب6 سنين حتى بساعة أو ساعتين. فأنا راح أحاول أحكي عن موضوع معين وإن شاء الله بالأسابيع اللي راح تمر كل مرة راح أحكي عن موضوع معين. وبتمنى من كل اللي بيشوفوا هالفيديو بيستفيدوا منه. إذا عندهم أي سؤال أو أي استفسار بيكون بليجر لإلي إني أجاوبكم. يا عن طريق الفيسبوك بتقدروا تكتبوها ككومنت وأنا أكيد within 24 hours بقدر أجاوب، أو عن طريق اليوتيوب إذا كتبتوا أي كومنت أكيد راح أكون على اتصال دائم مع الفيديو أشوف إذا أي واحد أو أي شخص عنده أي استفسار أو إذا بيحب يعرف عن موضوع معين بالمستقبل القريب. طب الأسنان هو كتير معقد، هو حتى أنا برفض أنه أسميه طب الأسنان، هو طب الفم. وأنا أكيد قبل ما أكون طبيبة أسنان كنت patient، كنت مريضة يعني. فاعتقاداتنا أنه طب الأسنان أو كيف كانت حتى معتقداتي أنا كشخص كيف دائما كنا نحكي طب الأسنان هو مش حشوة سن أو تسويسة سن أو زي ما بنسميها بالعربي نخرة، مش تلبيسة، مش بس قيمة عصب. طب الأسنان هو طب الفم، وهذا الطب له علاقة بجسمنا ككل مش بس بهاي المنطقة. خليني أبدأ إنه بموضوع الجهاز الهضمي واللي أنا ذكرته بإحدى الفيديوهات تاعتي السابقة. بيكمن جهاز المناعة 75% منه بالجهاز الهضمي، يعني كل مناعتنا تقريباً موجودة بهالجهاز يعني 75%. فالفم هو عبارة عن مفتاح لهذا الجهاز، فإذا اعتنينا فيه وبصحة النيرة بصحة أسناننا بالحفاظ على البكتيريا تكون يعني قليلة قد ما يمكن عن طريق التنظيف، الحفاظ على صحة الأسنان اللسان، وقتها إحنا نساعد كتير جهاز المناعة والجهاز الهضمي أو الأجهزة المختلفة بالجسم. عام تقريباً 1990 ببداية التسعينات كتير صار العلماء والأطباء عم بيشوفوا شو العلاقة بين البكتيريا اللي موجودة بفمنا وشغل الجسم، يعني إذا له علاقة أكان قلب ولا أكان غيره. وأكدت بآخر تقريباً 5 سنين
إنه له علاقة كتير كبيرة بين البكتيريا المتواجدة بالنيرة والأسنان وصحة القلب. النوبات القلبية لها كتير علاقة كتير كبيرة، لها برضو علاقة اللي لما تتواجد بكمية كبيرة البكتيريا بالفم، لها برضو علاقة بعدم انتظام نسبة السكر في الدم، اللي هاي بتخص مرضى السكري. فبس كبداية حبيت أقول إنه الفم مش هو جزء مقطوع عن جسمنا كله، لا كله متصل في بعض. طب الأسنان أو طب الفم له علاقة بالصحة النفسية وبالصحة الجسدية وبالعلاقات الاجتماعية. يعني صدقوا اللي قالوا إنه الأسنان هي مرآة الإنسان أو مرآة الجسد. أول ما تشوفي، أول ما تتعرفي على أي إنسان أو تتعرف على أي إنسان، أول شيء شو بنلاحظه؟ الأسنان والعيون، هدول اللي بيجلب نظرنا للإنسان. أكان للكبار أو للصغار، الثقة بالنفس السلف استيم كتير إلها دخل بالأسنان. قديش بشوف ناس بيجونا على العيادة حتى كأطفال، يعني أنا عم بحكي كأطفال أو ككبار، بتلاحظ بيكونوا يحكوا معك ومغطين عتمهم، أو في كتير أشخاص تحكي معهم بيكونوا يضحكوا وحاطين إيدهم عتمهم ليخبوا الأسنان. كتير في ناس برضو بيجونا على الكلينيك بقولولنا دكتورة مش قادرة ألاقي شغل، صلي مثلاً أشهر أو سنين عم بلاقي. الإنسان بيعرف، يعني بيقول لك أنا عارفة أو عارف أنا شو المشكلة اللي عندي كشخص. برضو الأسنان بتأثر على السوشيال أسبكت، يعني هي الجانب الجمالي برضو كتير بيأثر. أنا ما عم بعني، حبيت أعمل بس أوضح، ما عم بقول عن الجانب الجمالي بس إنها تكون الأسنان مصفوفة البرفكت صفة حولين بعض. هذا أي إنسان إذا متوفرة صحة الأسنان وصحة الفم بيقدر يروح عند دكتور تقويم أو بريسز أو أي دكتور تجميل وبيقدر يضبط الابتسامة. أنا عم بحكي عن، لما أحكي عن الصحة والجمال عم بحكي إنه صحة الأسنان تكون ما فيهاش أي نخرة، تكون ما فيهاش البكتيريا عن طريق التنظيف المستمر اللي هو مرة أو مرتين بالسنة. عم بحكي عن زيارة طبيب الأسنان بشكل مستمر، لأنه أنا من الدكاترة اللي كتير بأمن بجملة الوقاية خير من العلاج. والأسنان هي جوهرة، هي عبارة عن جواهر موجودة معنا، فلازم نهتم فيها، لازم نعتني فيها، لأنه الشعر من قصه بيرجع بيطول، الأظافر من قصها بترجع بتطول، الجلد إذا انجرح أو انخدش بيرجع بيلتئم، الأسنان ما في. نعم هينا بنعمل زراعة كل يوم وبنعمل تجميلي، بس غير عن لما الواحد يكون عنده سنه الحقيقي. السن الطبيعي لما حكيت جوهرة، هي جوهرة وإشي كتير صعب ومستحيل نستبدله. شو مستبدلناه ما بنرجع نستبدله بالسن اللي انخلقنا فيه أو اللي عندنا. هاي الأسنان، وأنا دائما بحكي حتى لأولادي وخصوصا الأسنان الدائمة اللي عم بحكي عنها، بتتواجد عندنا من عمر 6 سنين 7. وهاي ليش لازم نعتني فيها؟ لأنها عبارة عن جواهر بتضلها في تمنا لآخر يوم بحياتنا، يعني إشي معنا مع عمرنا، مش إشي بنوجات وبروح. زي الصحة كتير كتير ضروري نهتم فيها لأنها لآخر يوم معنا، فلازم كتير نهتم بصحتها وبكيانها. أنا اليوم ما رح أحكي عن فيديو، اليوم ما رح أركز على الأطفال، بس بحب أوجه
مسج لكل الأهالي اللي عندهم أطفال، إنه كتير في ناس بتقول لك ييست اللبني خلاص بينشال. أنا بأكد وأي أجري إنه الأسنان اللبنية كتير في مرات لما تكون التسويس فيها كتير كبير، كتير من دكاترة الأسنان بتقول لك ممكن نشيلها. وأنا مع إذا كان السن الدائم قرب يطلع مع إنه نشيلها، ما في عندي مشكلة. بس كتير في أطفال ممكن تكون من عمر سنتين لسه معها تقريباً 4-5 سنين لتطلع الأسنان الدائمة. أنا ضد هاي الشيء، لأنه كتير عم نلاحظ إنه الأطفال وخصوصاً اللي ما عم بيهتموا بصحة الأسنان، إنه حتى اللفظ تاعهم اللفظ بتغير كتير. في بعض الأحرف بصير فيها لدغة، لأنه الأسنان هي مش بس إشي محطوط بسرنا بفمنا لمضغ الطعام، لا، إلها كتير فوائد. حتى النطق زي ما قلت بتأثر. فأنا مع إنه نركز على الأسنان اللبنية والدائمة، اللبنية وخصوصاً الأطفال عشان السلف استيم وعشان اللفظ تاع الأطفال. لأنه إذا تعودوا والمسج تاعت الفم لأربع سنين يحكوا أحرف ما تطلع مزبوطة معهم لعدم وجود الأسنان اللازمة، هاي العادة ممكن تكمل معهم لبعدين. ما عم بقول يعني في ممكن الطفل يوقع ويخسر سن، أنا ما بدي الأهالي تخاف أو تفكر إنها نهاية العالم، لا. بس أنا قصدي إنه إذا بنقدر إحنا نحافظ عليهم لأكثر وقت ممكن بيكون كتير منيح. لما أنا قلت إنه بتأثر برضو على الحالة النفسية والصحية، كتير بلاحظ برضو ناس شوي أكبر بالعمر بيقولوا لي مثلاً دكتورة ما إحنا مثلاً عشان ما عندنا أسنان عم نحاول نتجنب الأطعمة الفلانية مثلاً. اللي عادة هي معظم الناس اللي بتقولوا لي اللي بيقولوا لي الأطعمة اللي بيحكوا إنه ما بنقدر ناكلها عشان ما عندنا أسنان أو عندنا وجع، بتكون هي الخضار مثل الجزر مثل البروكلي مثل السلري، اللي هي بدها محتاجة معظم أسنانها لمضخة أو عشان الماستيكيشن. طبعاً أتذكر الجميع أي واحد عنده أسئلة ممكن يكتب الأسئلة في التعليقات، وإن شاء الله الدكتورة حتكون معنا لايف بعد فترة، يعني خلال ساعة أو نصف ساعة، وبنقدر نجاوب على هاي الأسئلة لايف. بس قبل ما تكمل الدكتورة كونوا معنا مع هذا الفاصل الإعلاني وإن شاء الله حنرجع. In a lifetime, the average person will leave a legacy of 90,000 pounds of trash for future generations. Change the legacy you leave behind. Every item shared is spared from a landfill. من لوز من شوز من فستق من أشياء اللي كتير مفيدة للجسم. فلما يكون الشخص عم بيحاول to avoid أو إنه يبعد يتجنب هاي الأطعمة عشان الأسنان، هو برضه بيأثر على الصحة مش بس النفسية كسوشل أو كشغل، برضه الصحة الجسدية. برضو أحكي عن الجانب الجمالي. كتير في ناس لما يخسروا الأسنان نسميها إحنا المولرز، هي الأسنان غير اسمها القواطع، الأسنان هي الكبيرة الخلفية، طواحين زي ما قلت. الجانب الجمالي زي ما قلت إنه كتير هدول الأشخاص بتجنبوا الأطعمة اللي كتير مفيدة مثل الخضار مثل الفاكهة مثل الناتس. بس برضو من ناحية الجمال اللي بتحسوا إنه صار في تقعر في الخدود أو الوجه بطل سيمتريكا، فهاي الأشياء برضو لازم ننتبه لها.
هلأ الجانب الجمالي مش كل شيء، بس أكيد إله زي ما قلت السلف استيم، شخصية الإنسان أكيد بتأثر لما يكون عنده أسنانه كلها أو سيميتريكال وشه أو مش الخدود سينكت إن وبتكون داخل لجوا. أنا الفيديو تاع اليوم رح أركز وأحكي عن البروكسيزم اللي هو صرير الأسنان أو في بعض الناس بتسميه صرير اللي، بس أنا لما آخر فيديو حكيته على قناتي وقت العيد عيد الفطر لما قلت إني رح أحكي عن طب الأسنان مواضيع شتى عن طب الأسنان، كتير في ناس كتبت لي بعض الأسئلة على جروبس مختلفة، فأنا رح زي ما مش رح أشتت كتير الموضوع، بس أي وقت إذا بقدر أحكي فيه أو أجاوب عن بعض الأسئلة التي طرحت رح أحاول أعملها during الفيديو عن البروكسيزم. البروكسيزم أو صرير الأسنان كان الجرايندينج اللي هي حركة طحن الأسنان، أو الكلينشينج اللي هي كز أو الشد على الأسنان. بآخر تقريباً 5 سنين صرنا نشوفه بازدياد كبير، وخصوصاً بهالفترة اللي رجعنا بعد شغلة الكورونا، بغض النظر كأطفال أو كبار أو حتى الكبار بالعمر صارت بازدياد، لأنه كلنا مرينا بسترس. يعني بتهيأليش في واحد بهالعالم مر بهالفترة وقال لك إنه ما عندي كان أي سترس. أكيد السترس عن شخص عن شخص بيختلف، بس كلنا مرينا بضغوطات وبسترس نفسي أكيد كتير كبير. إيش البروكسيزم أو كيف أنا كمريضة، مش حتى ما أحط حالي كدينتست، لأنه زي ما قلت أنا قبل ما أكون دينتست أنا كشخص زيكم بروح عند طبيب الأسنان وهكذا. الساينز بيجيني كتير مرضى، في بعضهم ما عندهم أي فكرة عن الموضوع، يعني بقول لك لا أنا ما عندي صرير الأسنان أو صرير الليلي. الساينز شو هي بتكون؟ أول إشي بقول لك أنا دكتور لما أو دكتورة لما أفيق المسلز عندي المسلز الحركي كتير كتير فيها وجع. خلينا نحكي عن الساينز اللي بيشعر فيها المريض أو الشخص اللي بيكون بيعمل الصرير أو البروكسيزم. أول إشي أول ساين لما يقعد بالتشير عندنا دينتال تشير بيصير يقول لي الشخص لما أفيق الصبح دائما عندي أوجاع بعضلات الحنك. كتير في بيجوا ناس بيقولوا لك عندي هيدك وجع راس، بس دائما بنسألهم إمتى بتحسوا أكتر فترة فيها وجع الراس أو عضلات الحنك، بيقولوا هاي اللي بتكون صباحية. وهذه الأشياء الساينز صغيرة زي ما قلت أو ريد فلاج صغيرة إنه هذا الشخص عم بيعمل grinding أو clenching زي ما قلت. في أوجاع للأسنان كتير في ناس بتقول لك وأنا لما أكل أو أمضغ أكلي الأسنان وخصوصاً الأسنان الخلفية بيكون كتير فيها وجع، sensitivity بتكون تلمع عليهم لما يأكلوا شيء سخن لما يأكلوا شيء بارد وخصوصاً البارد كتير بتكون بتوجعهم الأسنان. هاي الأشياء تبدأ لما يكون mild cases، يعني مش كتير لسه دخلنا بالmoderate أو السيفير. لما تصير توصل مستوى الشخص يجي يقول لي عم بفيق بالليل وشقف صغيرة من أسنان مكسرة، أو إحنا كأطباء البيشنت كل 3 أسابيع بيجي شقف صغيرة مكسورة من سنه، already هاي enough تقول لي إنه هذا الشخص عم بعمل صرير أو طحن للأسنان. كتير في ناس عندهم بيصير difficulty، عندهم كتير صعوبة بفتح أو تسكير الفم، بتكون عندهم limited opening حتى، يعني بيجي البيشنت بيكون يحكي معي بيقول لي دكتورة بهاي الطريقة مش قادر أفتح تمي، يعني بيكون يعني تشعر بالألم إنه الشخص
سبيشلي بكون كبير وهيك مش قادر يفتح تمه. هاي زي ما قلت هاي صارت بالمودريت كيسز. السيفير هي لما يجي الشخص يكون يعني يحاول يتجنب او اجنور كل هاي الساينز وما يجي عند الطبيب الاسنان وما يعمل شيء للموضوع، بتصير الاسنان وقتها صارت تتحرك. وهنا هاي دخلنا بالاكستريم كيسز، ما بنشوفهاش شيء اون ديلي بيسز، بس هنا انفورشنتلي مرات ممكن يخسر الاسنان لما اذا الواحد ضله يقول انه خلص اليوم وبكره بعدين رح ادرس هاي المشكله. فهذا الشيء احب اذكره انه اي شيء نقدر احنا نحط ايدنا زي ما بيقولوا عليه من بدايته كتير بيساعدنا لبعدين، عشان ما يصير زياده للموضوع. وكتير حتى احنا مش شرط نكون كطبيبه اسنان او طبيب اسنان، لما كتير مرات بنحكي مع بعض كتير بدنا ناس اسنانها فلات، يعني وخصوصا الانياب الاي توث بنسميه الكيناين، عاده المفروض يكون شويه مدبب. في ناس بتلاقيه انه فلات كامل، هذه برضو من الساينز انه الشخص بيعمل جرايندينج او كلينشينج للاسنان. شو الاسباب؟ الاسباب كثيره، بس السبب الرئيسي هو الستريس. الستريس، الانكزايتي، الفرستريشن، الانجر، خصوصا بهاي الفتره. يعني مين ما مرش بالستريس، اكان صغير ولا اكان كبير. الناس ما يعني زي ما تقولوا احنا كنا بالمجهول ايش رح يصير معنا بهالوباء. انا عم بعاني بالكورونا فترة مرينا 3 أشهر، يعني صعبة على الجميع، صعبة على اللي كان خايف يمرض، صعبة على اللي خايفين على أولادنا. البزنسز كلها تسكرت، يعني احنا برضو من الناس اللي عيادتنا سكرناها لـ3 أشهر كاملين. فهذا كله كان بيأثر وبيزيد الستريس. برضو من الأسباب السليب أبنيا، اللي ناس عندها مشاكل بالنوم، هدول معظمهم بيكون عندهم بروكسيزم. الأطفال أنا ما في شيء يخوف، يعني بدي أطمن كل الأهالي اللي كتير فيه بيجونا أهالي بيقولوا أنا ابني أو بنتي بسمعهم بالليل بيشدوا على أسنانهم أو بيعملوا جرايندينج للأسنان. إذا صارت هاي الشغلة بين سنتين وسن تقريباً 12-13 سنة ما في أي خوف، عادي. هاي زي ما عادي، وعادة ما بتكفي معهم. إذا كفت وهذا الشخص ضلوا يكمل بهالعادة، وقتها لازم تأدرس المشكلة أو نشوف كيف نقدر نتجنب إنه يكمل بهالشغلة. بس لعمر الأطفال أنا مش إشي بيخوفني، ولا لازم يخوف الأهل أو يقولوا شو اللي عم بيصير، ليش عم بيصير، مش إشي بيخوف. مع أنه حتى الأطفال ممكن to go through stress، بس usually برضو من أسباب البروكسيزم لما تكون الأسنان مش كلها aligned مع بعض، واللي هو لما يبدأ تطلع الأسنان الدائمة. حتى الأطفال للأطفال العمر سنتين كتير بتكون من بطلع أول سنين بعد الثاني سنين اللي بتكون مش aligned لسه مع بعض، أو خصوصا فترة 6-7 سنين لما يبدأ تبديل الأسنان يكون بفتح aligned مع بعض، واللي هو لما يبدأ تطلع الأسنان الدائمة. حتى الأطفال للأطفال العمر سنتين كتير بتكون من بطلع أول سنين بعد الثاني سنين اللي بتكون مش aligned لسه مع بعض، أو خصوصا فترة 6-7 سنين لما يبدأ تبديل الأسنان يكون بفقد الأسنان الأمامية شوي على الخلفية بتبدأ تطلع. فهذه بيكون normal habit إنه ممكن تسمعوهم بصير grinding normal. بس زي ما قلت إنها الأم تلاحظ هل على عمر 12-13 وقف الموضوع ولا لسه عم بيكمل بالموضوع الطفل. إيش بنقدر نعمل أشياء to prevent it؟ الستريس صعب، وزي ما الناس بتقول كتير سهل الحكي عن التطبيق، وأنا معكم لأني أنا يعني برضو مريت الفترة مش سهلة.
الثلاث أشهر ما كانت سهلة، وقاعدين بالبيت وممنوع نطلع، وحتى الطلعة صار الواحد بده يلبس الماسك والكلافز، يعني وين ما كنا بالعالم مرينا بالفترة الصعبة. بس أتليست نحاول. شو أشياء نقدر نعملها to reduce the stress؟ ناس بتحب يوغا، ناس بتسمع كلاسيكال ميوزك، ناس بتعزف على آلة موسيقية، ناس بتحكي مع أهلها، ناس بتلعب مع أولادها، ناس بس بتطلع بتتمشى برا بالطبيعة وهالخضار، وسبشي بهالصيف الدنيا بتجنن. فهي كلها أشياء نقدر نعملها لنحد من الستريس. الكحول إذا نقدر نوقفه تماماً أو نقلله قد ما يكون. التدخين I know برضو أديكشن وكتير صعب، بس إذا نقدر نقلله. ودائماً نسأل الشخص إذا في شخص بينام جنبنا فينا واندن، إذا بيسمعنا بنعمل صرير لأسناننا، أكان شد على أسناننا أو أكان جرايندينج. وبرضه من الأشياء اللي كتير مهمة طبعاً هي زيارة طبيب الأسنان، لأنه إحنا نقدر نمسك المشكلة أو مفتاح المشكلة من بدايته، لأنه بيبين. يعني لما نعمل هالإكزام، وأنا بعرف كتير في ناس بتخاف تيجي عند دكتور الأسنان وعندها ستريس أو عندها أسباب تانية، أسباب مادية، ما عندهاش تأمين. ناس بتقول لك أنا بشتغل للمساء، معظم الدنتال كلينكس بتسكر على الساعة 3 أو 4. ناس بتقول لك أنا بعد الدوام بروح بجيب ولادي بالمدرسة، وصعب صعب مثلا أكون معهم. أنا بعرف، وأنا كبرضو أم قبل ما أكون طبيبة، وبعرف الضغوطات وبعرف كل هذا. بس إذا بنقدر نحاول نوصل عند الدكتور أيا وين ما كنتوا مرة بهالسنة ليعمل الإكزام. أنا ما عم بحكي عن التنظيف، عم بحكي عن الإكزام، لأنه إذا كانت بداية المشكلة على طول إحنا بنشوف نحت السن لما يكون موجود، وعلى طول نقدر نتدارى إنه شو بقدر أعمل. من ناحية طبيب الأسنان إحنا شو بنقدر نعمل؟ هو يعني شيفة بلاستيك اسمها النايت جارد. في عن نوعين، يا الهارد يا السوفت ثيرموبلاستيك، ولها أكثر من ديزاين. كتير سهلة عملية، طب إنه ناخد إمبريشن، ناخد زي ما تقولي طبعة، وبعدين نبعتها لل. في بعض الأطباء الأسنان بيعملوها إن هاوس، يعني إحنا مثلا بعيادتنا اللاب جوا العيادة. معلش عذرونا، في صار شيء ضيق، بس هلا زبط لكم اياه. الشاشه ما كانت واضحه، لا هاي برضه مش واضحه، ثواني ان شاء الله. وحنجاوب الاسئله باي ذا واي بنهايه الحلقه، الدكتوره حتكون معنا. فاذا في عندكم اسئله حطوها بالكومنتس عشان جاوبها الدكتوره، وان شاء الله مكملين معك. تفضل. يعني تلابيسنا وكل شيء، حتى النايت كارد كله موجود بنفسه. فاحنا خلال ساعه او ساعتين ممكن احكي للبيشنت، ممكن يرجع ونعطي النايت كارد. وفي بعض العيادات اللي لازم تبعتها لبرا ماكسيموم 2 weeks وبتحصل النايت كارد، فما فيش مشكله اكان ساعه ولا اكان 2 weeks. بس كتير مهم ان نحصل هالبيس، لانه قد ما الانسان وذر بيعمل هذا الصرير during the day او at night، بنحطها يا على الأسنان العلوية أو على السفلية، بس كتير بيساعد. هلأ يمكن ما يرجع يبني السن أو الوير أو النحت اللي تم، بس أتليست ما بسوء الحالة، فبنقدر to prevent it. يعني هلأ أنا عم بحكي أكتر شيء عن البروكسيزم، بس مش هذا السبب الوحيد اللي بيخلي طبقة الإنامل إنها تروح. في أسباب كتيرة، وهلا بحب بس أذكر بعضها. الـ excessive brushing، كتير في ناس تمسك
فرشات الأسنان والمعجون وبصيروا يعملوا بطريقة أفقية بطريقة كتير بتشد على أسنانهم. هذا الشيء كتير سيء. طبقة الإنامل أو المينا اللي هي الطبقة الخارجية نصير ننحت فيها. هدول الناس بنلاحظ مرات بيكون عندهم ريسيشن، بتحس الميرة أو اللثة بتصير تطلع السن زي كأنه بيطول، يعني بتصير تدفش الميرة. وهدول الناس بالذات هم بصير يقول لك لا بدي أسناني يكونوا أبيض، بصيروا بدل ما يفرشوا مرتين ثلاثة بصيروا يفرشوا 10 مرات باليوم. هم اللي بيعملوه طبعا هو عكس اللي لازم، لأنه الطبقة الخارجية من أسنانها اللي هي أبيض شيء لازم نفرشيها، لازم نحافظ عليها، لازم نحافظ على صحتها، بس مش بالطريقة الأجريسيف. نحافظ عليها، لازم نحافظ على صحتها، بس مش بالطريقة الأجريسيف. تاني إشي فرشات الأسنان، هاي إحدى الأسئلة اللي انسألت برضو من إحدى المشاهدين عن فرشات الأسنان. فرشات الأسنان لازم تكون من فوق لتحت من الأسنان العلوية، من عند النيرة لتحت، والأسنان السفلية من تحت لفوق، يعني من عند النيرة وفوق، مش العكس. إحنا ما بدنا ندفش الجم لتنزل أكثر. التوث بيست ما حذكر شركة معينة، معظمهم مناح، بس لازم نحاول نتجنب معجون الأسنان اللي فيه مواد طبيعية. في ناس عندها عادة تستخدم تمها أو أسنانها كأداة، يعني في ستات كتير بيخيطوا، الإبرة دائما موجودة بالتم، يعني حتى بتشوف لما تعمل الإكزام نقدر نعرف عن هالعادة حتى لو ما حكتها، بيكون مبين وين، يعني أونس إلها زي أكنه الإبرة إلها محل بالتم، أو العادة اللي ناس تقطع الخيط بالسنان، هذه برضو عادة سيئة. الناس هاي كنت أشوفها كتير أكتر قديما وهلأ خفت، اللي بحطوا البايب بتمهم بيبين كتير وين محل البايب، فبتكون نحت السن على حجم أو على موقع اللي دائما بتكون عادة عادي، بيكون دائما بحطوا نفس الموقع. فهاي كلها بتسبب attrition وبتسبب abrasion، يعني wear ناحية للسن، فلازم ننتبه هاي الأشياء. ليش ننتبه؟ زي ما قلت، لأنه أول إشي بتكون عادة بسيطة، بعدين بيصير في بتلمع الأسنان، sensitivity مؤلمة جدا. وأنا زي ما قلت الوقاية خير من العلاج، ننتبه لأسناننا أهم شيء. في أنا كل هاي الأشياء اللي حكيتها، أكان صرير الأسنان، أكان إنه نحط شيء بتمنا، أكان الفرشاي، هاي كلها زي ما أشياء ميكانيكية، ميكانيكال ريزنز، يعني اللي بيخلي الوير، بس برضو في الكيميكال. الكيميكال عادة للأشخاص اللي بتشرب السوفت درينكس، هاي عادة سيئة. وأنا هلأ مش جاي هون أحكي عن الجانب الطبي، مع أني أنا دائماً بحكي للناس ابعدوا عن السوفت درينكس، بس من ناحية الأسنان لما أنا يجيني الشخص وأعمل الدنتال إكزام دائماً بلاحظ الأسنان العلوية الأمامية من الداخل بتكون طبقة كاملة منحوتة. هدول عادة أول سؤال بسأله، تشرب مشروبات غازية؟ إذا لا بسأل الشخص هل عندك حموضة؟ الأسيد ريفلكس. هلأ مرات الشخص بيقول لك عندي، بكون عارف، ومرات بتكون سايلنت. فإذا أنا سألته على كل الأسباب وكله كان نو 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 نو، دائماً ممكن أقول للشخص إذا بتقدر تراجع طبيبك، لأنه ممكن يكون في الشخص بيعاني من حموضة. وهاي الحموضة الناس ممكن تقول لك أشي بسيط، وخصوصاً اللي ما يعني مش شعرين فيها سيئة، يعني ممكن تأثر على الهيلث أو على المريء بأشياء كتير سيئة. فإذا الواحد عنده حموضة لازم يأخذ يا أشياء طبيعية أو أدوية للتقليل منها. الناس اللي عندهم بوليميا أو أنوركسيا،
اللي بتاكل بتاكل وبعدين بيروحوا to throw up. أكان نحن نحطهم تحت المرض نفسي أو eating disorder. هدول معظم الأشخاص بنلاحظ على هاي الشغلة إنه عندهم. في عادة عند كتير ناس بيجيبوا حبة فواكه وخصوصاً الأشياء الحامضية، ليمون حامض برتقان، وطول اليوم بيكونوا حاطينها بين أسنانهم كأنها شيء حلو، كأنها كاندي. هلا أنا مع إنه ناكلها كتير مفيدة، وأنا نفسي بحب هاي الأشياء الحوامض، بس لازم ننتبه. يعني إذا بدي أكل لي حبة فواكه بأكلها خلال 5 minutes كم من دقيقة، بس مش بكون ماسك الشقفة وطول اليوم. هذا كله بيعمل على نحت الإنامل، وهي شيء سيء، يعني عادة سيئة. المشروبات اللي بتمدنا بالطاقة أو المشروبات الانرجي درينكس طبعا في كتير، برضو بنصح الناس إنها تحد منها. وبرضو هلا فكرت بشيء، اللي الأشخاص اللي بيشربوا كتير سوفت درينكس أو المشروبات الانرجي. عفوا عم بصير مشكلة بالبث، أنا بدي أرجع أحط لكم إياه، أعتقد إن شاء الله هلا يزبط. إذا هلا أنا ضدهم كان من ناحية طبية، بس إذا من كل لابد لازم ناخدهم. إذا بنقدر نجيب السترو نشرب على أساس إنه أقل كونتاكت مع الأسنان، كثير بتفيد هاي الشغلة. أجاوب على كم من سؤال زي ما قلت بالبداية، في كم من الناس بعد ما حكيت عن عيد الفطر لما عملت الفيديو، كتير في ناس قلت لهم إنه رح أعمل فيديوز عن طب الأسنان، واللي عنده سؤال يسألني. سألت عن التوث بروشز، عن فراش الأسنان، أي نوع نستخدم؟ ما في براند معين، اللي بتحبوا أكان مانيول ولا أكان إلكتريك، بس أهم شيء تكون شعيرات هذه التوث برش تكون يا سوفت يا سوبر سوفت، بس ما تشوفوا الميديوم أو الهارد. مع إنه هلا بطلنا نشوف الميديوم والهارد، يعني وين ما نروح على أي صيدلية معظمهم أو عند دكاترة الأسنان أشليس بعرف اللي بكندا، بطلنا نوزع الميديوم والهارد أتقول دائما نوزع يا سوفت يا سوبر سوفت. سألوني هل لها أهمية الفلوس اللي هو الخيط؟ له أهمية كبيرة، يعني ما بديش أقول حتى له أهمية أكثر من فرشاة الأسنان، بس له أهمية كبيرة. لما نفرش إحنا أسنانا من قيم البلاك أو البكتيريا الزي السيئة من السيرفس للأدوية اللي نشوفها، أما السيرفس اللي هي ما بين الأسنان كتير صعب إنه نوصلها إلا عن طريق الخيط. فأنا بشجعكم إذا مش كل وجبة أو مثل البداية، يعني العادات هي تكتسب، نبدأ مرة مرتين إذا نقدر نزيد يكون منيح. كم مرة لازم نشرش باليوم؟ هذا السؤال ما في قانون إنه كم من مرة. إذا بنقدر نعمل بعد كل وجبة أو مرتين لثلاثة بيكون كتير منيح. انسألت عن إمتى مسموح ناكل نفرش أسناننا بعد الأكل، بعد آخر وجبة. ما في قانون. أنا بعرف كتير في دكاترة أسنان بيقولوا 10 دقائق، وفي دكاترة أسنان بتقول نص ساعة. بيعتمد أول إشي شو للأكل، وبيعتمد على الصحة ذات الشخص. اللي بيكون صغار بالعمر أو مش بس صغار بالعمر، اللي ما عندهم ما بياخدوا كتير أدوية، الأدوية بتعمل على تنشيف التم، السلايفا ما بتكون موجودة. وهدول الأشخاص دائما بقولهم rinse your mouth، يعني اتمضمضوا. بعرفش إذا هاي الكلمة اللي عم بحكيها باللغة الفصحى، بس يعني إنه حطوا مي وقيموها لحد أول ساعة، لا لحد ساعة كاملة بعد الأكل. للناس الصحيين اللي ما عندهم أي مشاكل، اللي عندهم السليفري فلو بيكون منيح، في عندهم سلايفا إناف، حتى ربع ساعة لنص ساعة ممكن.
في ناس بتقول لك 10 دقائق، بس اذا اخر وجبه كان تم فيها اكل شيء حامضي مثل الحوامض او مثلا التوميتوز البندوره او القوطه اخذتوها كاخر وجبه، هاي يفضل ان نستنى اكثر من 10 دقائق. زي ما قلت ممكن نوصلها لنص ساعه، بس ما في قانون. بس اكيد لا يفضل انه اشرب مثلا اورنج جوس وبعدين اروح افرش الثاني، لانه ما بدك الفرشاه تقيم هاي الطبقه، طبقه الانامل. بتمنى اكون جاوبت على اللي سالته، وانا بامل وبترجاكم اذا اي حدا عنده اسئله بمجال طب الاسنان، استفسارات، اسئله بدهم بدكم شيء اوضحه او معلومات، يعني يحكوا لي انه مثلا بنحب نعرف مور عن هذا الموضوع او هذا الموضوع، it will be a pleasure صراحه. وبحب انا افيد الناس، وخصوصا بالمعلومات اللي عندي اياها بكل تواضع، بحب تشير هالمعلومات. وبتمنى من الكل انه يكون استفاد من هالمعلومات. اذا في اي كومنت ممكن تحكوني على الخاص او عن طريق الفيسبوك، اكتبوا بالكومنت وانا ان شاء الله within 24 hours بكون بجاوب اي حدا بيسالني، او عن طريق اليوتيوب اذا بتكتبوا اي سؤال او اي استفسار وانا اكيد بجاوبكم within 24 hours. شكرا كثير على سماعكم وحضوركم، وبرضه بشكر قناة تي في لايف لهالأبورتونيتي إنه أقدر أحكي وأفيد الجالية العربية أي وين ما كنتوا بهالمعلومات الطبية وخصوصا عن طب الأسنان. احنا حابين نشكر الدكتورة كتير على المعلومات اللي أعطتنا إياها. الدكتورة معنا على الهاتف لايف لأنه في أسئلة وما حبت إنه تتركها، فمشكورة كتير دكتورة على كل شيء بتسويه، ويعطيكي ألف عافية. أنا فيك شكرا كتير دكتور جمال، وإنت يعطيك ألف عافية. دكتورة في سؤال من عبد القدير بيحكي ابني عمره قريب 3 سنين، أسنانه فيها خطوط سود من الأمام بالأسفل والأعلى، شو السبب برأيك ولك جزير الشكر؟ عادة بداية الخطوط كانت صفراء أو باللون البني أو سوداء، هاي بتكون عادة بداية تشخيص. بعمر 3 سنين أنا ما بعرف كيف نظام الغذائي، يعني كلنا عندنا أطفال وكلنا عم نعمل نفس الشغلة، بس إذا بيشرب أي عصائر أو حليب، يعني كان فورميلا أو حتى رضاعة طبيعية، إذا بنقدر نخففها بالليل أو حتى الجوس يقيمها كاملا بالليل، نشربه بس مي وأكيد رضاعة طبيعية يفضل، لأنه هي من الأشياء اللي بيستشري بعمر بين 2 إلى 4 من الأسباب الرئيسية لتشويش الأسنان عند الأطفال. ممتاز. فيعني هل تتوقع انه لازم يروح يزور طبيب اسنان؟ هل تتوقع انه لازم يروح يزور طبيب اسنان؟ نصيحتك. اكيد هلا عمر 3 سنين يبلش يحكي، فيساله او يساله في وجع، بس انا دائما اكيد بنصح مش انه اي شيء ببدايته ممكن نلحقه، إشي إذا كان مثلاً بداية التصوير، ممكن تكون مش يعني إشي كتير السنتل أو بس تنظيف أو أشياء كتير أبسط مما تكون يعني، بس أكيد مش غلط الواحد يروح يتأكد إنه كل شيء أوكي معه. في سؤال دكتورة من أم بتحكي، متى يتعين علي اصطحاب طفلي إلى طبيب الأسنان لإجراء أول فحص له؟ هلأ هذا السؤال كل بنت أكيد بجاوبك عليه بطريقة مختلفة. إذا بدنا نلجأ لشو الكتب بتقول، عادة بيقول لك مع أول سن لازم يروح عند الدكتور، بيسموها الهابي فيزيت، إنه بيروح عند الدكتور بيتفقد السن بيعوده على كيف الجو اللي كرك. أنا كأم يعني بأنسى أني بس كدنتس وكأم بقول حتى لو استنيت لعمر 2 سنين ولعمر 3 سنين إذا ما في أي مشاكل والأم أو الأب قادرين إنه ينظفوا أسنان الطفل
نظيفة أو قماشة، إذا الأم قادرة تكونترول أو الأب إنه ينظف الأسنان، أنا مش مع إن الواحد يروح كتير بكير إلا إذا كان في سبب. فأنا سنتين ثلاثة وحتى شوي أكثر ممكن يستنوا إذا ما فيش مشاكل. تنظيف الأسنان يعني قصدك بعد ما يشرب الحليب؟ لا أنا قصدي إنه ما فيش سؤال إنه أنت يروح لطبيب الأسنان. لا أنت بتحكي إمتى لما إذا بيقدر ينظف أسنانه فيفرشي يعني بفرشاة أسنان للأطفال ولا؟ بفرشاة أنا ممكن فرشاة الأسنان، بس أنا كنت عم بذكر إنه في هيك في سوفت كلوز عادة بتكون في زي شيء قماشة موجودة في معظم الفارماسي، بتقدر الأم تلبسها على أسنانها وبس تمرنها إنها تتأكد إنه الأسنان نظيفة، يعني ما في عليها بقايا طعام، لأنه بهذا العمر بتشي إذا فيه توث بيست مع فلورايد ما بيكونوا يعرفوا كيف يتخلصوا منه أو يتمضمضوا. حتى بنصح بس ببداية في سوفت كلوز تتنظف الأسنان وتعمل فيها بطريقة لحد ما يقدر الطفل بمساعدة الأم يقدر يفرش أسنانه. واضح. عادة مص الأصبع دكتورة، في أم بتسأل هل تعتبر خطيرة على الأسنان؟ هلأ مش خطيرة، هلأ هاي العادة كثير 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 أطفال بتلجأ لها لأنها it's a comfort، يعني الولد برتاح بحب قبل ما ينام أو أول ما يفيق. أنا هاي العادة ما بتخوفني بالمرة، يمكن بتصير العادة شوية مزعجة إذا صار الطفل بلش يطلع عنده الأسنان الدائمة ولسه الطفل بهاي العادة ممكن مرات بتأثر، لأنه حتى الفم من فوق من سقف الحلق ممكن يتأثر، التيث ألاينمنت ممكن تتأثر، يعني وضع الأسنان، الفك مرات ممكن يتأثر إذا ظلت العادة يعني وكملت مع الطفل. واضح. بس لحد تقريبا بعد 4-5 سنين إذا كملت وقتها لازم يشوفوا دكتور تقويم أو غيره، بس أنا هاي العادة ما بتخوفني بالمرة بأول كم سنة من حياة الطفل. السؤال الأخير من أحد الجروبات بيقول لك هل فرشات الأسنان الكهربائية أفضل من اليدوية أم اليدوية أفضل؟ أوكي، أنا ما بحب أحكي إنه في واحدة أفضل من الثانية، هم التنتين إذا واحد بيستخدمهم مضبوط التنتين كتير مناح، بس الإلكترونيك كتير أسهل لي، الإلكتريك توثبرش كتير أسهل لأنها بيسكلي عم تعمل الجوب لإلنا. معظم الالكتريك توث برش الجديدة حتى إذا بنعمل بريشر زيادة بتحس بتعطيك ساين، بتعطيك صوت أو بتعطيك ضوء، يعني بسهولة استعمالها الالكتريك أسهل. وما تنسى برضه بتعمل فايبريشن، بتعمل روتيشن، يعني للكبار بالعمر إذا ناس عندها ديفيكولتي إنها توصل للمناطق الخلفية دائما التوث برش الالكتريك بتكون أسهل لهم. بس هذا ما بيعني إنه إذا واحد فرشة بالمانيول يعني إنه عمل شيء غلط، لا، التنتين مناح بس هي أسهل الإلكتريك توث برش. واضح دكتورة، شكرا لك كتير على الفيديو اللي عملتينا إياه، أخذ منك وقت وكتير جهد أنا عارف وتحضير، وشكرا لك الآن عم بتجاوب على الأسئلة لايف، ما قبلتي إنك تتركيها وتخليها لبكرة. إن شاء الله بنتمناك بلايف قريبا عن حلقة جديدة عن موضوع الأسنان. إن شاء الله، وأنا بدي أشكركم على استضافتي، وأنا يعني أسف إن ما قدرتش أكون لايف لبعض الظروف، بس إن شاء الله بالأيام الجاي أو الأسابيع الجاي بنكون لايف على قناتي. We understand الدكتورة. مرة تانية بنشكر الجميع الحضور على ما قاموا فيه من الأسئلة والحضور والشير. طبعا هذه البرامج كلها لكم جميعا ان شاء الله، وان شاء الله بتقدروا تستفيدوا. حابب اذكركم بحلقات يوم غدا، غدا الساعه 5 حيكون عندنا حلقه عن لم الشمل والهجره الى كندا كيف تجيب اهلك، الساعه 7 حيكون عندنا حلقه عن هل انت سعيد مع جمال الحياه مع ريم، والساعه 9 ان شاء الله حيكون عندنا موسيقار عالمي يعزف على الكلارنيت في مقهى كنار لايف، فكونوا معنا في 3 حلقات مميزة، وإن شاء الله نراكم قريبا وتصبحون على ألف خير.